السلام عليكم، أهلا بكم في قناة كروشيه كافيه. في درس النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننهي قطعة الكروشيه بعد ما بنخلص شغل فيها، وإزاي نقفلها، وإزاي ننظف الخيوط الزايدة بعد ما بنخلص. أنا هنا اشتغلت قطعة كروشيه كمثال، اشتغلتها بغرزة الحشو، والقطعة دي اشتغلتها بخيط باونتي اللي اتكلمت عنه في اول فيديو، واستخدمت معها ابرة مقاس 4 ملليمتر. هكمل شغل لغاية اخر السطر. وصلت كده لاخر غرزة، وعايزة ان انا ابتدي اقفل الشغل بتاعي واقطع الخيط. فهجيب المقص بتاعي، ويفضل ان انا في الكروشيه استخدم مقص يكون الزوايا بتاعته تكون حادة عشان ما يقطع ليش الشغل وانا بقص. فهبتدي اقص مثلا مسافة برضو حوالي 10 سنتي. اوكي، وبعدين ببساطة جدا هبتدي ان انا في طريقتين. اول طريقة ان انا برفع الخيط كده بتاعي لفوق، وابتدي اسحبه لفوق كده، وبشد الفتلة عشان اربط بيها الشغل كويس، واتأكد ان هو مش هيفك تاني. دي طريقة هوريها لكم تاني. بعد ما بشتغل اخر غرزة، ببتدي ان انا اقص الخيط بتاعي وارفع الابرة الكروشيه لفوق واشدها كويس عشان ما تفكش تاني. دي طريقة. في طريقة تانية ممكن برضو ان احنا نأمن بيها اكتر، خاصة لو احنا بنشتغل شغل الحاجات اللي بنعملها للبيبيهات والشرابات والحاجات اللي زي كده، بنبقى محتاجين ان احنا نأمن الشغل بتاعنا اكتر. فبعد ما بنشتغل اخر غرزة، بنعمل سلسلة في الهواء. اوكي، وبعدين برضو بنشد الفتلة لفوق لحد ما بتوصل للطرف، ونبتدي نشد الخيط كويس. برضو هوريها لكم تاني. بعد ما بننهي اخر غرزة في اي قطعة كروشيه بنشتغلها، بنرتفع سلسلة كده في الهواء، وبعدين بنشد الفوق الخيط لفوق ونربطه ونشده كويس. بكده انا امنت قطعة الكروشيه بتاعتي ونهيت الشغل فيها. بالنسبة لزوايد الخيوط اللي هي بتبقى الخيط اللي بيبقى بدأنا بيه واحنا بنعمل عقدة البداية، والخيط اللي بيتفضل بعد ما بنقص اخر بعد ما بنقص الخيط اللي خلصنا بيه شغلنا. في طريقتين لان انا اداري بيها الخيط دوت وانضف الشغل بتاعي. في طريقة ان انا بجيب مثلا ابرة بمقاس اقل شوية، وابتدي ان انا ادخل ما بين الغرز، ادخل مثلا في اخر غرزة اشتغلتها، وببتدي اسحب الخيط واطلع بيه ما بين الغرز، وبعدين بدخل بالابرة تاني من الناحية المعاكسة، وبسحب الابرة وبسحب الخيط وبطلع بيه من الناحية التانية، وبعدين بدخل من قدام الشغل تاني وبرجع اسحب الخيط واطلع بيه من نفس المكان. دي طريقة، وابتدي اكمل بنفس الطريقة لغاية اخر السطر، لحد ما احس ان انا الخيط بتاعي الدارة كله تحت الغرز، وابتدي اقص الخيط. دي طريقة لو انا يعني، هنشوف برضو الطريقة التانية دلوقتي، بس دي طريقة لو انا مش متوفر عندي الابرة اللي بخيط بيها، لان احنا دلوقتي هنشوف الابر اللي بنحتاج ان احنا ننظف بيها الشغل بتاعنا. اوكي،
في بيتباع بره مصر ابره اسمها اليار نيدل، دي بتبقى مخصوصه، بتبقى فتحه العين بتاعه الابره واسعه شويه، بتبقى مخصوصه عشان ننظف بيها الخيوط الزايده سواء في شغل الكروشيه او التريكو. بس هي يعني انا مشفتهاش هنا بتتباع في مصر، فبنستبدلها بابره تانيه اللي هي ابره المنجد او ابره التنجيد. الابره دي بتبقى فتحه العين بتاعتها بتبقى واسعه، فبنقدر ان احنا ندخل فيها الخيوط السميكه اللي بنشتغل بيها الكروشيه، وكمان السن بتاعها مش مدبب قوي، فبيبقى سهل علينا ان هي يعني بتبقى اسهل علشان ما بتفتلش او ما بتبوظش الشغل بتاعنا وهي بتدخل وبتطلع من الغرز. في ابره تانية برضو انا بحب ان انا اشتغل بيها اللي هي ابره الكنفا، والابره دي برضو ميزتها ان هي قصيره مش طويله قوي، خاصه لو الزوائد الخيط مش طويله قوي، فما بحتاجش الابره الطويله بتاعه المنجد. وكمان طبعا زي ما احنا شايفين كده فتحه العين بتاعتها واسعه، فخصوصا لو خيط مش سميك قوي فاقدر استخدمها، وكمان السن بتاعها مش مدبب. فهنبتدي، فانا هستخدمها دلوقتي مع الخيط اللي انا شغاله بيه عشان هو مش سميك قوي. هبتدي الضم الخيط في الإبرة، هقصه شوية، اوكي، وبعدين ابتدي ادخل بالخيط. الاول هطلع من العقدة اللي عملتها في الاول، وبعدين ابتدي انضف الشغل بتاعي ان انا بدخل ما بين الغرز. شايفين الغرز اللي هي اللي احنا اشتغلناها دي، في عقد كده تحت كل غرزة، هي دي اللي انا هبدأ ادخل بالابرة بتاعتي فيها تحت الغرز دي او تحت العقد، وابتدي اشد برضو الشغل بتاعي كويس عشان ما يضيقش مني او ما يبقاش ملعبك. بالشكل ده كده ببدأ انضف الخيوط الزايدة من انا بدخل بيها، او يعني زي ما احنا بنقول كده بالمصري بندككها تحت الغرز اللي اشتغلناها. اوكي، وبعدين ببتدي ادخل تاني بالابرة في الناحية المعاكسة عشان اعمل سكيور اكتر، واتاكد ان الغرز مش هتفك تاني. وبكمل بنفس الطريقه، بحاول ان انا اخفي الخيوط ما بين الغرز. وبالشكل ده بفضل اكمل، وبرضو الخيط اللي تحت برضو بعمله بنفس الطريقة. ببتدي ادخل تحت الغرز، بنفس الطريقة اوكي. وبعدين ببتدي ان انا اقص الخيوط الزيادة بعد ما بطمن ان انا اخفيت الخيط بشكل كويس. وبكده ابقى نضفت قطعة الكروشيه بتاعتي اللي اشتغلتها،
وتنظيف الشغل بعد ما بنخلص ده من اهم الخطوات في الكروشيه عشان شغلك يبان بشكل محترف ويبان شكله كويس. ولازم الوش بتاع الشغل يبقى زي الظهر بالظبط، ما يبقاش باين ان انتي في خيوط زايده او بواقي خيوط طالعه من القطعه اللي اشتغلتي بيها، لان ده من اهم الخطوات اللي بتبين شغلك بشكل احسن، خاصه لو هتستخدميه في عمل تجاري او هتبيعيه او ممكن او هتهدي بيه حد، فالنقط دي لازم تاخدي بالك منها كويس. يا رب تكونوا استفدتوا من درس النهارده. يا رب لو في اي سؤال او في اي تعليق اكتبوا لي تحت الفيديو، وان شاء الله ارد عليكم واشوفكم في الدرس اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله.